شيخ خالد. شو حبيب؟ بدك تسد الدين اللي عليك؟ دين؟ عيب عليك يا زلمة. قديه بدك مني؟ 1000 شيكل. 1000؟ 1000 والله ما معي، في هاي 500 اليوم أخذتهم والله ما معي غيرهم، بس امسك هاي 500 لك في ذمتي 500. ماشي يلا. استنى الشعورة بدي منك 1000. قديش بدك مني؟ 500. خالص. يا أحمد بدي منك أنا 1000 كمان، نسيت؟ قبل فترة. طب خذ هاي 500 بضل بدك مني 500. خلص استبينا. استنى شوي. بضل بدك مني 500 صح؟ جاهزين. أنا وياك هيك جاهزين يا زلمة. بضل بدي منك 500 اصبر. طب خلينا نصمد هني شوي. اصبر أنا بضل. بس جاهزين أنا وياك. جاهزين خلص بش منك. ترجعش ترن لي. بضل 500 خلينا نسكر الموضوع. زلمة خلينا نلحق نتهنى. خلينا نسكر الموضوع. كيف لفن هيك مش فاهم. خلص نحن هيك جاهزين. جاهزين. ولا حدا استفاد شيء. شوي أنا مش فاهم ولا شيء. كيف يعني خلص انا